أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 2 مليون جنيه، بتحمل رقم ألف دال ميم آدم 11، حتى الآن متزايد عليها شخصين وبينتهي التزايد عليها في 4 يونيو القادم. وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات، وده من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات. وعشان نعرف تفاصيل أكتر، إحنا معانا أحمد عبد الهادي، صحفي باليوم السابع. برحب بيك معانا يا أحمد. اهلا بحضرتك كمان واهلا بكل المشاهدين. يا أحمد، في البداية قول لنا، لو أنا شخص عايز أشتري لوحة بسعر يعني مميز وأيضا رقم مميز، أعمل إيه؟ هتقدري تخشي على البوابه الالكترونيه بتاعت مرور مصر، تمام؟ تخصيصا اسم الموقع لوحتك، بتسجلي بياناتك عليه، بتعملي يوزر نيم وباسورد، تمام؟ وتشوفي الالواح اللوحات اللي هي معروضه، بتبقى كل 4 ايام في لوحات بتبقى موجوده. يعني النهارده عندنا ادم 11، عندنا صقر 3، عندنا نور 5، وعندنا بوب 2. ومن خلال الموقع كمان في امكانيه ان انت لو اسمك مميز شويه وعايزه تعملي حاجه باسمك، اسم ابنك، اسم بنتك، اسم باباكي، اسم مامتك، حاجه بتبقى من 3 حروف، بتقدري ان انت تخشي تكوني لوحه زي ما انت عايزه، بس هم اللي بيختاروا الارقام، لكن انت تختاري الحروف واللجنه المختصه هي اللي بتختار الارقام وبتحدد اللوحه اللي انت بتطلبيها دي بيكون سعرها كام تحديدا. تقريبا بتتراوح من كام؟ يعني ممكن تبدأ المزاد من كام؟ المزاد بيبدأ تقريبا من 350 ألف جنيه. دي أقل رقم ممكن أشتري بيه لوحة مميزة. اه، ده اقل رقم ممكن تشتري بيه. بيبقى في حاجات بس مش مميزه قوي، بتبقى توصل معايا مثلا ل 150 180 الف جنيه، 270 الف جنيه في الحدود دي. وما تنسيش احنا الاسبوع اللي فات عندنا لوحه سعرها وصل حوالي 20 مليون جنيه. ياه، كانت اه، برقم إيه؟ كانت برقم إيه يا أحمد؟ كانت برقم اسد 66، وصلت اسد 20 مليون 66 جنيه. اه، وصل عليها المتزايدين وصلوا لحد 10، والفساد خلص عليها يوم 29/5 تحديدا، واخر رقم وصلت له 19 مليون و500 الف جنيه بالظبط تحديدا. ايه اعلى رقم تم بيع بيه لوحة معدنية؟ اعلى رقم كان من 9 شهور اتباعت لوحة مهم واحد، اتباعت بحوالي 50 مليون جنيه. ياه، 50 مليون جنيه، اه، اتباعت ب 50 وده مليون جنيه. تقريبا كان أكتر رقم مميز شفته أو اسم مميز. اكبر رقم حتى الان وصل الفكره مش بالرقم بس، الفكره ان اهتمام الاشخاص بالرقم هم اللي بيعلوا قيمتها. يعني في ناس صح، بتقول ليه اسد توصل 20 مليون جنيه، وفي نفس الوقت كان موجود نمر، تمام، ما وصلتش 2 مليون جنيه، بس في ناس عندها حب اسماء معينه بتحب تمتلكها، فبيحطوا عندها الرقم اللي هم عايزينه بقى. صح. طب قولي، في ناس كتير بتقبل على شراء هذه اللوح المعدنية اللي بتوصل أحيانا أرقامها زي ما قلت ال50 مليون جنيه، فهل في أعداد كتير من البشر بتقدم على إنها تشتري اللوح المعدنية في المزادات؟ لا لا خالص، انا اعلى لوحه وصل فيها المتزايدين لحد 20 واحد فقط، يعني اعلى لوحه وصل المزاد فيها لحد 20، لكن انا بقول لك اهو اسد وصلت 20 مليون والمتزايدين عليها كانوا 10. بتاعت ادم اللي هي معانا النهارده دي عليها شخصين فقط لا غير. في وحتى الآن واصلة ل 2 مليون جنيه يا أحمد، صح؟ لحد دلوقتي 2 مليون جنيه، هي بدأت بحوالي 475 الف جنيه، ودلوقتي وصلت لحد 2 مليون جنيه من الشخصين فقط. يعني معنى كده ان شخصين هم اللي رفعوا على الرقم ده تحديدا. واحد عرض 425 والتاني عرض 2 مليون مرة واحدة. بالظبط بالظبط. طيب، من وقت ان احنا نفتح على لوحة معدنية المزاد بتفضل وقت قد ايه معانا، وبعد كده يتم يعني الحسم في مين هياخدها او ينتهي المزاد؟ هو المزاد بيبدأ معايا مثلا من يعني بيبدأ يوم لحد 5 ايام تحديدا بينتهي المزاد ده في حدود. اطول فترة، 5 ايام ده اه، اطول فترة. أطول فترة 5 أيام، وبيتم عرض لوحات جديدة بعدها على طول. يعني أحمد عبد الهادي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأكيد هنتابع معاك دايما كل التفاصيل. حقيقة عدد كبير وقطاع كبير من الناس بتبقى مهتمين بهذا الأمر. شكرا شكرا لك. أنا بشكرك يا أحمد مرة تانية، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة. كنت معكم أنا من نايحة، وإلى اللقاء.